صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 96 لسنة 2021 بتعيين رئيس للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا جاء فيه. يعين السفير عبد الله فيصل جبر الدوسري رئيسا للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا بلقب سفير فوق العادة مفوّض.